حادث مرور مفاجئ ومريع بين حافلتين قرب بلدة كافرين على بعد 250 كيلومتر جنوب شرق العاصمة داكار. هذا الحادث تسبب في أضرار جسيمة مادية وبشرية، فقد لقي 40 شخصاً مسرعهم وأصيب آخرون بجروح حسب ما أعلنته السلطات السنغالية. في مشاهد مأساوية، الزجاج هنا وهناك ومخلفات الحادث تملأ المكان. تم نقل الضحايا إلى مستشفى كافرين وأعيد فتح الطريق أمام حركة المرور. وعلى إثر هذا الحادث المؤلم، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال حداداً وطنياً لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم. وأعرب ماكي سال عن حزنه العميق جراء هذا الحادث المأساوي، معبراً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ومتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأضاف مسؤول عن السلطة السنغالية أن مجلساً وزارياً سينعقد وسيتم خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة بشأن سلامة الطرق والنقل العمومي للركاب.